الخيل سجل يا تاريخ أول مرة بعالم السباقات والميادين جائزة الشوط عجل لهذه الجحافل لهذه الأبطال لهذه الخيول الكبار لهذه الفئة النار تنطلق الخيول بمثل واحد ما شاء الله مختار الفاتوم يندفع باندفاع صاروخية مع أياس أبو جبل زنور على إغرفات أيضا مع فياق السرين لاحظوا الاختنائي ما بين أياس أبو جبل وفياق السرين أياس على صوت مختار بالصدارة أياس يطلب من مختار الدفاع والاندفاع والمحافظة على الصدارة على إغرفات بحرب على صوت فياق السرين سالم الأقوي يتقدم الآن مع شيخ البدو من الخلف الخيول لا تزال ما بين المنعطفين الآن تدخل لا يزال الخيال اياس ابو جبل على صوت مختار الفانتوم بالمقدمة المورو يتقدم ايضا مع احمد ابو جبل فياق السرين بالمرتبة الثانية المورو بالمرتبة الثالثة شيخ البدو بالمرتبة الرابعة الخيول قبالة المنعطف الثاني والمورو هيل العاصمة لهذا الشوط شوط العجل شوط التاريخ شوط الزحافل شوط الابطال مختار الفانتوم بالمقدمة المورو باندفاع وفياق السرين وشيخ البدو المورو فياق السرين وشيخ البدو المورو فياق السرين وشيخ البدو وفياق السرين الله 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 على هذا الصوت الله على هذا الصوت الله على هذا الصوت مهرجان ما شاء الله كل التحية والاحترام كل عام وأنتم بخير أنتم أبطال هذا الشوط هذا الجمهور الرائع أنتم أبطال الميادين أنتم أبطال الفروسية الله أكبر كل عام وأنتم بخير ينعاد علينا وعليكم خير يا رب هذه الأسواق إذا ما وعدوكم بتميز فيتميزون كهرما اسمعوا هدية الشوط الأقوياء في السباق الجاي إيش فيل ايش المصارع؟ ناقة معشري هدية سباق كوفرمندا لشوط العجل او شوط الخروف المرة الجاية راح يكون سباق على ناقة معشري